أنا محمد رضوان فاوندر اوف كايرو ديزاينثون، وحابب أدعو الطلبة والمشاركين في IDS وستوديو 34 إن هم يشاركوا في كايرو ديزاينثون راوند 2، وحابب أرحب بستوديو 34 as a community partner مع كايرو ديزاينثون راوند 2. إحنا كنا دخلنا بارتنرز مع ستوديو 34 في السامر سكول، وحابين ان احنا نكمل الكولابوريشن بتاعنا. كايرو ديزاينثون راوند 2 مفتوح للابلكيشن لغايه يوم 8 ابريل يوم الخميس القادم. في 6 ديزاين تشالنجز: فرنتشر ديزاين تشالنج، لايتنج ديزاين تشالنج، وود ورك ديزاين تشالنج، براس ديزاين تشالنج، سوشيال ديزاين تشالنج، وانفايرمنتال ديزاين تشالنج، بشراكات مع اندستري ستيك هولدرز. التيمز المشاركه التيم الفايز في كل ديزاين تشالنج من دول هيكسب 10000 جنيه towards ان هم يعملوا بروتوتايبنج للبرودكت بتاعهم، والتيمز اللي هتعرف تعمل بروتوتايبنج هيتعرض المنتج بتاعها في واحد من المعارض اللي احنا مشاركين فيها، ذا ديزاين شو او كايرو ديزاين اووردز. احنا بندعو كل الطلبه من مختلف انواع الديزاين، سواء انتير ديزاين، سواء اركيتكتشر، سواء برودكت ديزاين، سواء حتى ديفرنت ديزاين بروفيشنز او ديسيبلينز في مصر او في الوطن العربي، ان هم يشاركوا معانا. الابلكيشن سهل جدا، تخش على cairodesignathon.com، في ابلكيشن فورمه بسيطه جدا بتملاها وبترفع معاها البورتفوليو بتاعك، وبتحدد انت او انتي عاوزين تشاركوا في انهي ديزاين تشالنج. التسجيل مفتوح لغاية يوم 8 إبريل الساعة 11:59 دقيقة بالليل، والديزاين ماراثون نفسه هيبقى من 17 ل 21 إبريل، أونلاين، توتالي أونلاين، كولابوريتيف ديزاين، يعني الناس كلها هتبقى متقسمة في تيمز، سواء اللي داخل أوريدي بتيم أو اللي داخل لوحده هيتحط في تيم بيزد على الرغبات بتاعته. وهيبقى على هامش الديزاين ماراثون هيبقى في ديزاين توكس، 12 ديزاين توك او اكتر، وهيبقى في عرض لثلاث افلام باي فيلم ماي ديزاين، الاونلي فيلم فيستيفال ان في الوطن العربي وفي الشرق الاوسط، هيعرضوا ثلاث افلام انترناشونال ديزاين موفيز. داخل معانا جامعات دوليه ومصريه، داخل معانا من مصر الاي يو سي والاكاديميه العربيه وكوفنتري يونيفرسيتي، ذا نوليدج هاب يونيفرسيتيز، وهيدز اكاديمي، وستوديو 34 طبعا، وداخل معانا من بره جامعه زايد من الامارات، وجامعه لينكولن يونيفرسيتي من انجلترا، وجورج واشنطن يونيفرسيتي من امريكا. والدعوة مفتوحة لجميع المصممين من جميع البروفيشنز ان هم يشاركوا. apply before الخميس الجاي 8 ابريل.